في المركز الثاني مع انطلاقة الواري سيف سعيد بسيف بين غويثة الاشتبي، ولكن خلاص سلام يا هالي الحميدية، سلام يا هذا الصباح، سلام الانطلاقة الأولى. سالم بن سلطان أو سلطان بن جراح الاشتبي اللي وانطلق مع هذه الانطلاقة مع هذه اللحظات. سلام 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 الحميدية، سلام بهذا الأداء الجميل. الله 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 الله، المال المال المميز الذي انطلق في هذا الصباح وحمل أول ناموس في هذا اليوم الجميل. سلام يا عجمان سلام، وسلام الحميدية أيضا، وسلام يا سلطان يا بني الراح يا الاشتبي على هذا الأداء الجميل الذي أطلق مياسه إلى خط النهاية المركز الثاني. راحت الصمود، راحت الصمود، غادرت الصمود، خطت لهذا الشوط، تكتك لهذا الشوط، هندس هذا المهندس وخطط هذا المخطط. ما شاء الله قدم الشاهينية وقدم الصمود. سلاماتنا وتحياتنا واحترامنا إلى هالي المدام، إلى هذا المدام في هذه الأجواء الصباحية، في هذه الأجواء الباردة. لكن والله احتروا احتروا مع هذا الناموس. تهانينا لهم على هذا الفوز، وتهانينا لمالك الصمود ومن قدم الصمود حمد بن سالم الاكتبي المركز الثاني. يا اهل الخريجة محمد على ظهر على ظهر مبعد على ظهر مبعد، وها هو مبعد تشاهدونه على شاشة التلفزيون، يقترب من المنصة الرئيسية، يقترب من خط النهاية. ها هو مبعد للسيد عبد الله بن سلطان بشر الخاطري، يقترب من التتويج، يقترب من الناموس، يقترب من السلامات. سلام سلام عليك يا ابو عبد الله على هذا الأداء المميز الذي قدمه. مبعد هنا على أرضية ميدان اللبس، يقترب من خط النهاية، يقترب من المنصة الرئيسية. تهانينا للسيد عبد الله بن سلطان بشر الخاطري على فوز مبعد بالمركز الأول. المركز الثاني مياس للسيد حمد بن سليم. وقاد يا سلام يا سلام، وقاد بعد المسافة 400 متر يفصل الوقاد عن السيارة، عن الزعفران، عن السلامات. سلام سلام يا جلفار، سلام سلام لراس الخيمة، سلام للسوان، سلام للخريجة، سلام إلى مناطق راس الخيمة جميعا. سلام يا بن هزيم يا المكتشف علي بن هزيم بن محمد المسافري على هذا الفوز وعلى هذا الإنجاز لوقاد. هذا هو وقاد يقترب من خط النهاية، يقترب من السيارة والزعفران والسلامات. ذهبت لعلي بن هزيم المسافري. تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الإنجاز. المركز الثاني وصل فيه بن عبيد المهيري، يقدم انطلاقته ملولة على المركز الثاني انعزلا عن الجميع، انعزلا عن الجميع. ولكن الغربية، الغربية على الصدارة، الغربية على المركز الأول. هناك ناصر بن محمد بن زايد وخلفان المنصوري، ولكن هملولة، هملولة المنطلقة، هملولة المندفعة، باحثة عن الناموس، باحثة عن الفوز. هملولة أيضا المملوكة لسالم بن عيد بن عبيد المهيري، ولكن الغربية، الغربية ما شاء الله تبارك الله. وهذه هي هملولة المحاولات الأخيرة، 200 متر النهائية، هنا هملولة وهنا الغربية. ولكن سلام من الله عليكم يا أهالي المنطقة الغربية هنا بدولة الإمارات العربية. تهانينا وناموس لسيد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز، بينما ما وصلت في ثاني المراكز هناك هملولة لسيد سالم بن عيد بن عبيد المهيري. والمركز على صدارة الشوط، المركز الثاني الضغوط القوية من قبل هملولة سعيد بن سالم بن مطر بن حاذ الاكتبي. المركز الثاني القصة لا أعرفها إلا أقلب أوراقي وأتجول بالنداء ما بين الأول والثاني. السيارة، السيارة لمن؟ القوة لمن؟ السلام وين؟ التحية وين؟ الناموس وين؟ يبدو أنها القوة والإثارة ما شاء الله ومتعة وقوية مع شقراء سعيد بن خليفة بن رشيد، وهنالك بن حاذ على المركز الثاني.
الثاني، ولكن بالرشيد 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 السلامات، سلام يا جميرة من أولها إلى آخرها، من شرقها إلى غربها، من جنوبها إلى شمالها. والنقطة الثالثة ما شاء الله، هذه هي الجميرة الثالثة، الجميرة الثالثة تستحقون السلامات لكم. المركز الثاني بن حاذة، المركز الثالث أيها الأخوة. هنالك الزعيم الباحث عن الزعامة، الباحث عن الزعفراني في هذا الشوط، الزعيم ضحي بن مبارك بن ضحي الاكتبي. لكن الله، أهالي الشحانية مع المركز الأول، أهالي الشحانية مع المقدمة مع الصدارة، ومحمد بن راشد بن سلام الهادري يقدم أبران وبدون أي أوامر تذكر حتى هذه اللحظات. سلام 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 يا الشحانية، سلام على هذا الفوز والانتصار. الله يا وبران، انطلق وبران بكل قوة وبكل جدارة نحو المنصة الرئيسية. تهانينا تهانينا والناموس للأشقة في دولة قطر الشقيقة على هذا الفوز والانتصار، وأخص بالتهنئة للسيد محمد بن راشد بن سلام الهاجري. من الوهيبي وعند من يتابع أيضا في هذا التحدي، هناك الأمور اشتعلت على المقدمة، ونحن نتابع هذا الاشتعال. لمن الناموس؟ لمن الناموس القادم؟ الناموس القادم لمن؟ الناموس مكرم مكرم مكرم، سيكرم في اللحظات الأخيرة. ولكن شاهين عملها، شاهين عملها على الجعدان. روح 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 مع الناموس، أوعدك لين يشق نابه يبقى بطل كل الميادين. نعم هذا بطل الميادين وبطل هذا المهرجان وبطل هذا التحدي. نعود إلى التهاني والناموس، راشد بن محمد بن راشد المري الذي انتزع السيارة وهدى هذا الناموس لجماهيره. المركز الثاني يأتي لعبد الله بن الدودة من سويد. جميلة، نعود إلى القربية في الأمتار الأخيرة في القربية لتحمل السلامات هناك لأهالي القربية. حتى هذه اللحظات ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني اللي هي 88 انطلقت على ثاني المراكز ولكن غير موجود معاي في الكشف. عموما على كل حال ننطلق مع المركز الأول، مع المركز الأول تهانينا تهانينا. والتنافس التنافس لا زال الأمال الأمتار الأخيرة، ولكن القربية ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري تنطلق على المركز الأول وتعلن الفوز وناموس، بينما المركز الثاني تهانينا كذلك على الفوز. لمن الناموس؟ الله، زعفرانة زعفرانة تسللت على المقدمة، زعفرانة تسللت على الصدارة، تسللت على المركز الأول. زعفرانة زعفرانة والعوادية، زعفرانة والعوادية، العوادية وزعفرانة، زعفرانة والعوادية. يا سلام، الله الله، العوادية العوادية العوادية، عادت العوادية على الصدارة، عادت العوادية على المقدمة، عادت على الفوز، عادت على الناموس. سلام 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 سلام، يا سلام يا اليرف، سلام يا اليرف، سلام للجرف على هذا الفوز، سلام على هذا الإجمال، على هذا الأداء الجميل. تهانينا تهانينا للسيد حسن بن عبد الله بن غليط الغفري على هذا الفوز الجميل، على فوز عوادية في المركز الأول، بينما المركز الثاني من وصلت هنا لمحمد بن حمد بن سعيد المري الشاهدية. يطوف والله النطاف، والله النعد، والله النراح، والله النحرك. روح يا ولد، روح يا مزروعي، روح روح روح. الله يا خلف يا خلف يا خلف، ماذا لديك من قوة؟ ماذا لديك من إبداع؟ ماذا لديك من طير طاير؟ طير وطار في الميدان، طير وطار في الميدان، يلعب يتجول بهذا الشعار. الله على هذا العرض، عرض وما بعد عرض، رقص وما بعدها رقص، ناموس وما أحلى من الناموس، ما أحلى من هذا الناموس. إلى الغربية إلى الغربية يذهب بهذا الشعار. خلف بن ساري بن بلوش المزروعي، صفقوا يا أهل الغربية هناك، نوم سولة نوم سولة. نعم سولة تلفون هنو بهذا الانتصار. المركز الثاني ما شاء الله،
ها هو تهدونه على الصدارة على المقدمة مشعل سهيل بن حمد بن يطبع العامري، وأرى ثلاثية قادمة ولكن مشعل على الصدارة، مشعل على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني الغربي ناصر بن محمد بن زايد المنصوري، هناك براق برق للسيد سعيد بن راشد بن حمد بن غدير الكتبي، ولكن مشعل هنا مشعل أشعل الشوطة مشعل. تهانينا لسيد سهيل بن حمد بن يطبع العامري على فوز مشعل باللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس على هذا الأداء الجميل. هنا لحظة وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني الغربي ناصر بن حمد بن زايد المنصور المركز. ولكن شوف المركز الثاني سراب أحمد بن شيبة بن صالح المزروعي أعلنت راية التهديد، وجبارة كذلك تبى الصدارة، والجدارة سالم بن سليم بن حربي العامري على المركز الثالث والمركز الرابع. مشاهدي العزاء وصلت الشاهينية محمد بن غدير بن حمد الدرعي، ولكن انطلقت سراب بجدارة. يا سلام، تهانينا يا أبو أحمد، تهانينا أحمد بن الشيبة بن صالح المزروعي. انتزعت السيارة سراب بجدار وبأداء جميل بينما جبار قوي أيضا من بنانه، ولكن المركز الثالث ما شاء الله هنالك أحمد بن شيبة بن صالح المزروعي مع حشيمة اللي تبحث عن الحشمة، اللي تبي السيارة، اللي تبي الزعفران، اللي تبي القوة، اللي تبي الإثارة. هنالك بن منانة وهنالك بن شيبة. الله الله الله، يا سلام يا سلام، يا تاريخ تحدث، يا أفعال انتصري. القوة لمن؟ السلام لمن؟ ارصد للمركز الرابع. هنالك وصول أيضا من مبارك مطرشوم بن صالح العامري، ولكن خلاص يبدو أنها الإثارة المتعة أيها الأخوة. هنالك الإثارة، هنالك حشيمة 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 حشيمة. سلام، تحية، احترام، قوة، إثارة. يا الله يا سلام. المرة الثانية المركز الأول أيها الأخوة، أخوتي متابعينا الكرام، حشيمة واحد وثلاثين سمح محمد بن حمد راعي الشيجة العامري. وصل راعي الشيجة في هذه اللحظات على ثاني المراكز، ولكن الواري على صدارة على المركز الأول. أيضا بدأت بدخول منطقة الأعلام، منطقة الأفراح، منطقة البهجة، منطقة السرور في هذا المهرجان. مهرجان سيد الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. كم للشرف الفائز في هذا المهرجان. إذن هذه هي الوارية تذهب بناموس هذا الشوط. تهانينا وناموس لمالك الوارية محمد بن نافذ ومحمد بن خيلة العامري على هذا الفوز. بينما المركز الثاني وصلت هناك في ثاني